شو جابك لو بالوقت؟ ادري شو صاير بحارة الضبع؟ شو صاير؟ علقانة بينهم وبين الفرنساوية ورايح قتلها وجرحها. الله أكبر على الخبرية. نو الله يرضى عليك. فيلي مختار حارة الماوي ولا أبو النار جاي لعندك لأمر ضروري، خليه يستنى لي بالمضافة. بأمرك أخي بأمرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. كمان اللي هربناهم من المصفر بدي تديروا بالكم عليهم، سموهم نصرين. جماعة خدوهم عن الغارة وجماعة حسنوهم من بلاحة ساعة. بأمرك عمي. يلا الله أوه. أحمد بدك تروح على حارة الضبع وبدك تسلي عن الرجال بالكامل وبتشوفني شو صاير معهم. أمرك عمي أبو حسن. اترك سلاحك وقول الله. ماشي بلال فرج لي الخير. مات صارك إبراهيم مات. استشهد يا أبو استشهد. هو ومسلم جير القهوة وشبتاني من حارة الموز. أنا اجيت أخذك لبيت أختي دلال مشان توقفي جنبه. ساكر خير الله برا صاروا على باب الحارة. شو هالحكي؟ ارجع عندي لفوق. رجع بسرعة. ماشي ابو فارس. نور بلس انا خايف كثير عليك يعملوا لها شيء تاني لهيك. اسمع عمي شو رح نعمل. قول ابو العز عم اسمع. بعرف ان علقانه بحارة الضبع والدرك اجوا لحارتنا وشحطوا شباب الكتلة الوطنية. أدهم قدر يهرب. والحمل يا مختار هيك ما طلعتين عم تصفهم ببعضنا وهل حاطط طبع لالي لحاله مع عسكر الفرنساوي؟ ما رح نسترجي نقاتي بأي حركة. يلي سمعتوا انه بعتوا قوة كبيرة وحاوطوا فيها حارة الضبع من أربع أركانة. الله يستر. ما شفت بعينك شلون الدرك مليين الحارات كلها؟ ما رح نقدر نساوي شيء. حياتك بمسلم عمي ابو حاتي. حياتك الباي والله ماني عارف عني مين بدي امسي. مسلم لما بيسهرك ابراهيم لما بيأدهم دربهم بجاء النبي محمد. آمين. صاري طلع خالك أبو شهاب من الحارة. إيه طلع من الحارة وراح يطلب فزعة من أبو حسن. شلون طلع ومنين؟ والله ما بعرف بس لما سألته قال لي بعدين بتعرف. الله ييسر له ويرجع لنا بأخبار طيبة يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. واللي اتفقنا عليه مشان أبو فارس زبطتوه؟
هاي كلها فكرة عمي أبو حاتم. الشباب برا عم يجهزوه لحتى يطلعوا برا الحارة، بس اللي بيخوف إنه العسكر الفرنساوي صار على باب الحارة. توقع هالشي، روح أنت كمل شغلك وأنا هلا بلحق. أكيد أبو شهاب، شلون قدرت أطلع من حارتكم؟ والله مري عليك. شد رح تخنقوني كلها تونتي وتونتي. شباب أبو فواريز مش عمين قصة حقيقية. شباب شباب الفواريز جاهز؟ وليع البلا، العسكر محوط الحارة، لازم ارجع السليم. سيدي في 5 من عناصر الدرك مفقودين، ضابط ومترجم وثلاث عناصر، معناها أسرين أهل حارة الضبع. هذا يعني أن نحن لازم نتفاوض معهم. أكيد ما فيك. تلوغ دي كو جو في رونتري بارلي افيك او. ماشي سيدي. جناب الكومندان حابب يحكي معكم ويفهم شو اللي صار. اسمعوا لك فرنساوية، يلي بيهوب منكم ناحية الحارة رح نقتل كل الأسرى اللي عندهم منا، فهمتوا؟ لوحدي جو في رونتري تو سول. جناب الكومندان بده يفوت لحاله بس مشان يطمن على الأسرى اللي عندكم. ماشي بس بفوت بدون سلاح. يا سيدي هاي مخاطرة كبيرة. نحن عند كلمتنا، حابب تشوف الأسرى شياتك اللي استسلموا لنا؟ ماشي. هدول هني قدامك، طمنت عليهم؟ لو كنت الراس الكبير فيهم. مو ضروري تعرف مين الكبير فينا، نحن كلنا رأس واحد، وأي واحد بيناتنا بيحكي عن الكل، ودول عناصرك اللي استسلموا لنا راح يضلوا ضيوف عنا بالحارة، وما منأذيهم أبدا إذا ما تصرفتوا بندالة. أنا بنصحكم وبنصحكم كلكم إنه تسلموا أنفسكم، وبنصحكم تسلمونا الأسرى تبعنا. احنا ما رح نقبل نحكي بأي شيء قبل ما ندفن شهدائنا اللي ماتوا بالمعركة، يلي عناصرك هدول هن اللي قتلوهن. وقتا لحنا نحط شروطنا مو انتو. اذا انت جديد بالشام يا جناب الكومندان سأل عنا، احنا ما بنمزح وكلمتنا كلمة، ورح نتركك تطلع من هون سالم لأنك دخلت علينا بدون سلاح، وبنصحك ما تجربنا بالسلاح. الله معك. يلا خلينا ناخذ الأسرع على الحمام عبدو. اخترتوا متنا، ممنوع الدخول بالخروج على الحارة، ويلي بيخالف التعليمات تتركوا على النار.
تزوجها ست بيرسون بتحققوا مع الحارس وبدوني كل شي بمحضر رسمي. بدي اعرف كل شي صار. عمرك سيدي خدوه.